وصلت لليوم الرابع على التوالي الاشتباكات المسلحة بين قبيلتين في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات مسلحة نشبت الأحد الماضي بين قبيلتي آل شجرة وآل جرامة في بيحان، استخدم الطرفان فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات خلفت جرحى بين الطرفين، بينهم طفل لا يتجاوز 8 من عمره. من جانبهم أكد شهود عيان في بيحان أن قوات ما يسمى الأمن الخاصة التابعة لهادي كانت قريبة وامتنعت عن التدخل لفض الاشتباكات المحتدمة بين القبيلتين منذ 3 أيام.